السلام عليكم ورحمة الله. الزلف اللون، المبعوث الخاص للصحراء الغربية ودول المغرب الكبير سبلاني يصرح لإحدى الوسائل الإعلامية بأنه بعد قرار غلق المجال الجوي، السلطات الجزائرية ستتخذ إجراءات أخرى ضد المغرب. ما هي هذه الإجراءات؟ قطع العلاقة الدبلوماسية، غلق المجال الجوي، عدم الرد على رسائل التهنئة والتعزية، تزيد غلق أنبوب الغاز اللي يمشي حتى لإسبانيا، يعبر عن المغرب يمشي إسبانيا والبرتغال، وهذا نتكلم عليه في تسجيل آخر. واش بقى إجراء؟ الفاهم يفهم. الإجراء اللي بقى هو حرب، حرب على المغرب، باش هكذاك الشعب الجزائري يقتنع باللي المغرب راهو عدو. يعني الى حد الان الشعب الجزائري ماهوش سامع كاع واش راه يدير. تقطع العلاقه الدبلوماسيه، تغلق المجال، الشعب الجزائري ما يتاثرش، ما عنده والو. من بكري غلق عليه الحدود، من بكري ذبنا، ما يروح لا لتونس لا المغرب لا والو. الجزائر سجن كبير وخلاص. دونك واش بقى؟ حرب. باش دير الحرب؟ إذا كان حل إجراء آخر غير يقولون عليه، أنا نشوف الحرب فقط ونقول ونعاود، ما تصرش هذه الحرب، ما تجراش، والعصابة ما تقدرش تتجرأ تدير حرب. تعمل مناوشات هكذا، تبلها، تستفز، شغل هذاك الفوايو اللي يجي يرمي عليك حجرة هكذا تاقة ويهرب هكذا يديروا. كيما مؤخرا بعثوا العسكر، عملوها ديجا في جيك، بعثوا حاوزوا العمال فلاحين مغاربة كادر في تراب جزائري، ولكن من بكري قال خدموا الأرض هذيا، حاوزوهم تمر ودقرا وكذا، خلوها يعني خليها تخلى، ما يخدموهاش المغاربة. أوكي، روح خليها تخلى. متصلنا هنا نسأل كيفاش ملك المغرب والسلطات المغربية باقيين ساكتين على هذه الاستفزازات الجزائرية، خاصة لحقوا أراضي هذه الناس استثمرت فيها ويجوا نحوها لهم مقال معلي. هالمرة سير في منطقة الشعير كذا، كيف راحوا العسكر قال يا حوز الشعب هذا، ويا صح تراب جزائري، ما عليه، ما ولاد العديان هذا، عديان المغاربة هذا، حاوز زي حاوز هما خلاص حاوز وما يديروا هذه. يقول لك كاش ما المغرب يرد يعني على الاستفزاز هذا، ما ردش، وما دونك يحبسوا عند هذه. يعني الشيء انا متاكد منه انه العصابة عمرها ما تكون عندها جرأة باش تعلن حرب على المغرب، دبابات وطيارات وغواصات، كما راهم يشريو في الدبابات والغواصات ولا والطيارات، يشريو فيهم للبزنسة باش يديو التشيبة ديالهم، يديو 10-20%، صعب يجي كبير يا محينك، ياكلو منه جنرالات تاع السرقة، سي نورمال. و السبب الاخر انه ما يعلنوش الحرب ماشي غير باش يديو تشيبات تاع السلاح، وانما امام المجتمع الدولي ما عندهمش باش يفسروا هذا القرار، هذا انك تجي تعلن حرب على جارك في وقت اللي الناس تدعو للسلم، تجي تعلن حرب على جارك، ما تجيش، ما عندهمش باش يبرروا. لان الى حد الان قلت استفزازات مغربيه، تصعيد مغربي، يا ابن عمي راك قوه عظمى وراك قوه اقليميه، وكيفاش يجي يستفزك المغرب؟ مالي احنا جايين درك،
قلنا بلي ما يديرش حرب مع المغرب، بلي السبب الرئيسي يعني بالاضافه لما ذكرت، السبب الرئيسي هو انه العصابه ما عندها حتى مشكل مع المغرب، مشكلها مع الجزائر، مع الشعب الجزائري اللي رافضها. دونك تحب ديرها غير باش تغيروا باش تحول الراي العام الى قضايا اخرى، وباش الشعب ينسى الحراك وينسى المأساة اللي يعيش فيها. وامبوسيبل، لانك لما تنوض الصباح ما تسيبش الماء في الروبيني، لما تخرج ما تسيبش الترونسبور، لما تحكم سيارتك تسيب لونكومبرومون، ما عندك ترقال، ما عندك ماء، ما عندك والو. الشعب الجزائري عايش لما تروح تقضي اول دابي يديروا لك، يسرقوا لك دراهم، يحرقوا لك دراهمك المكتوب، تخليهم في كيلو بطاطا، كيلو قرعه، وكيلو باذنجان، وكيلو بصله، وتروح راس الشهريه. فوالا، ما تمشي تشوف اللحم بعينيك، قيسوا بعينيك ومسوا بيدي، بلوتو مسوا بعينيك وشوفوا بيديك. فوالا، اون توش افيك لي زيو اي اون ريغارد افيك لي مان. لحم نو، لا لحم لا دجاج لا والو، لانه العصابه على بالها بروحها بلي ما عندهاش باش دير حرب. اذا تعمل حرب مع المغرب راح تكون الحرب هذه في الرمال، ماشي راح تكون في الشمال، راح تكون في الجنوب، وراح تكون في الرمال. وفي الرمال واش لازم لك؟ لازم لك دبابات قبل كل شيء، لازم لك دبابات. تقدر تجيب طيران، تجيب طيارات بومباردي تقصف كذا، ومن بعد الحرب واش يلزمك؟ تكتسح، تقتحم الارض تاع العدو ديالك، تصدم عليه. باش تصدم عليه؟ تصدم عليه بالدبابات وبالمشاة، بالجيش تاعك، باش يحتل المواقع. سينو علاش تدير في حرب؟ باش تحتل المواقع. كوك مع الجزائر ما عندها حتى مبرر باش دير حرب مع المغرب، ولكن ندخلوا في لوجيك تاع ولاد الحرام. اذا باش تستعمل دبابات، واش من دبابات عندها الجزائر؟ الجيش الجزائري واش من دبابات عنده؟ لما نشوف المناورات العسكريه بالذخيره الحيه، واللي يعني يعمل لك شيء شغل صح يعني واقعي، خليكم تشوفوا الفيديو هذا، شوفوا واش من نوع الدبابات اللي تستعمل، اللي يستعملهم الجيش الجزائري. هذه المناورات في الناحيه العسكريه الثالثه، يعني بشار وتندوف، يعني اللي هي اللي راح تدير حرب مع المغرب. دبابات تستعمل، شوفوا مليح، دبابات تي 55 ام في. هذه الدبابات هذه تي 55 تم صنعها سنه 1958 تشفع الترك، تشفع الترك. ما نحبسوش غير عند الناحية العسكرية الثالثة، نشوفوا في الناحية العسكرية الأولى، مناورات في الجلفة، نفس الشيء، نشوفوا يستعملوا دبابات تي 54. وقتاش استعملت هذه؟ وقتاش صنعت تي 54؟ دبابة تي 54 تم استعمالها انتاجها في سنة 1947، ماشي تشفى على الترك، تشفى على عبد قيوس. في بعض مشاركات تاع تي 72 اللي تخدم سنة 1973، تي 72 هذا اللي صرا عليه ما صرا في حرب اكتوبر 73، بومد يطلع للروس يقول لهم مدوا تي 72 للجيش المصري، والروس ما حبوش يمدوا لانه مازالو جديد، ولي بومد يديروا ما شاكا بلون، قال هاوليك شاكا بلون ومدوا لهم الى بكم دراهم. دونك هذه في الناحيه العسكريه الثالثة والأولى، شفنا واش استعملوا
l'alphabet T55 AMV ou T54. Ou T72, j'ai bien chéhbet. Nous avons dit que nous avons vu la fenêtre de l'Ascaria 700, ou la vidéo que nous avons vu. Nous avons vu الدبابات اللي مستعملينهم دائما T72 اللي مخدوم في سنة 1973، وهذو كلهم دبابات قديمة، دبابات قديمة تشرات عندها مدة، وين راحوا الدراهم تاع الدبابات اللي تاع الصفقات اللي راهم مع الروس، خاصة فيما يخص دبابة T90، هادي وين راحت؟ ما شفناها مش هاد الدبابات T90. الدبابات هادي T54 و T55 و T72 هادو في خاصة T72 اللي كانوا يستعملوا كثير العراقيين في حرب الخليج. شفنا كيفاش دبابات T72 دمروها الأمريكان بدبابات من نوع MAA-1 اللي فلكت الدبابات الروسية. الجيش المغربي عنده 400 دبابة، عنده 400 دبابة من نوع أبرامس MAA-1 SA و MAA-2 SEP V2. الجيش المغربي عنده 400 منهم. ماكش راح تواجه الجيش المغربي بدبابات T54 و T72. نحوسو على T90 وين راح؟ ما شفناهش في المناورات. عملو شفنا المناورات تاع الناحية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، مكانش في الناحية. كلهم يجيبوا لك T72 فيو T54 T55. حبسوها T90 كان صفقة تمت مع الروس، وين راحت؟ وين راحوا دراهم؟ هذه الأولى. الثانية، كيفاش أنت الجيش المغربي عنده 400 دبابة من نوع أبرامس MAA-1 SA و MAA-2 SEP V2، كيفاش عنده هادو وأنت اللي ميزانيتك 12 مليار دولار، ميزانيتك 12 مليار دولار، ما عندكش دبابات من هذا النوع، مع العلم أنه ميزانية الجيش المغربي 6 ملايير دولار. هذه إحصائيات وأرقام توجدوها في مجلات مختصة، روح تابي في الانترنت. اليوم جوجل يمدلك كلش، جنيري أنا انفونتي، أنا مانيش نجيب فيها عقل، روح لجوجل، روح ويكيبيديا، جبد واش حبيت، يعطيك تاريخ التيك 54 ويعطيك كل واش بغيت يمدهولك. هذه معلومات تروح تلمها منا ولا، وشوف الفيديوهات تاع المناورات الجزائريه تاع الجيش الجزائري، راهم يظلوا يورونا فيهم، لان يقول لك الشعب ما يعرفش نوعيه الدبابات والماركات، لا يعول على هذه. وقول شوف شوف شام يضربوا وشام كدا والو. نضيف يعني نقطه اخرى، لما نقول انه المغرب عنده 400 ألف دبابة من نوع MAA، نذكر باللي دبابة واحدة MAA-2 SEP V2، يعني هذا آخر طراز اللي عنده المغرب، يسوى مرتين السعر تاع T90 روسي، مرتين. قسم يشري زوج دبابات T90 المغرب، ميزانيته 6 ملايير دولار، ميزانية الجيش المغربي
ميزان الجيش الجزائري 12 مليار دولار. نورمالمون عندنا اذا هما عندهم 400 دبابه ابرامس، حنا رانا 800 تي 90. 800 صاحبي دير بها العجب. مع العلم انه سواء الشعب الجزائري او الشعب المغربي ما همش محتاجين لهاد الدبابات، محتاجين ياكلوا، محتاجين يلبسوا، محتاجين يداويو، محتاجين يقراو، محتاجين يعيشوا عيشة كريمة. ماهمش محتاجين لا الأبرامس ولا للتي 90 ولا للتي كذا ولا المناورات العسكرية اللي تحتهم بعد الصاروخ. قم روح، شحال يسوى الصاروخ؟ يسوى مليون دولار. شحال يسوى 500 ألف دولار؟ تروح في مليون دولار 500 ألف دولار يا صاحبي تبني بها مستشفى، تبني بها مدرسة، تبني بها هذيك. هاوريك حط هذاك الصاروخ باف باتو، والله ينو الله ينو. دونك لما نتكلم على نعمل مقارنة الأسلحة بين الجزائر والمغرب، شوفوا أنه في حالة حرب في الصحراء في الرمال، ما هيش راح تكون في الحرب في البحر كي راح تجيب الغواصات، شاري 24 سفينة بحرية وشاري 3 غواصات من عند الروس بالملاير. نو نو نو، ما هيش اللي هي سي محمد، أحبط شوية، أحبط للسيود أحبط، ولا رايح تشري لي لي درون وكداو قاعد تاع بزنيس. درون واش راح يدير لك؟ راح يحتل المكان، ما فيه لا طيار لا والو. هكذا نكشفوا الاكاذيب تاع العصابه، عصابه ولاد الحرام اللي يحبوا يهفوا ويلعبوها تصعيد وما تصعيد وكذا منا. هما يبلو فيه لانه مش كلهم ماهوش مع المغرب، مش كلهم مع الشعب الجزائري، مش كلهم مع الشعب الجزائري اللي يرفضهم اللي يكرههم اللي يبغضهم اللي ينبذهم. هاورك مع من مشكلهم مع الشعب الجزائري. ربي يقدر الخير بلادنا وربي بعد عليها بلاد الحرام. السلام عليكم ورحمة